أهلا بكم مشاهدينا الكرام. عاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى البلاد مساء اليوم بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان في مقدمة مستقبل سموه على أرض المطار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وعدد من أصحاب المعالي والشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.